بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته متابعينا الكرام، اهلا وسهلا بيكم في كل مكان. فيديو جديد، حلقه جديده، اكيد كالعاده نتكلم فيها عن النادي الاهلي، نرد فيها ضد الاكاذيب والشائعات. لكن في البدايه ما تنساش افضل حاجه بنبدا بيها فيديوهاتنا الصلاه على الحبيب، اللهم صل وسلم وزد وبارك على سيدنا وحبيبنا وشفيعنا سيد الخلق اجمعين سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. اول حاجه عايز اتكلم فيها طبعا بلاغ للنائب العام من الاعلامي والمواطن المصري محمد علي خير. كلكم عارفين الاعلامي محمد علي خير اللي بيتقدم ببلاغ نائب للنائب العام بصفته مواطن. قال لك بصفتي كمواطن بدفع ضرائب، اطالب سيادتكم بالتحقيق مع مسؤولي اتحاد كرة القدم المصري الذين تعاقدوا مع المدرب البرتغالي براتب شهري 200,000 يورو لتدريب منتخبنا الوطن، حيث أتأكد عدم استحقاقه فنيا لتدريب المنتخب، ثم نرجو متابعة حركة التحويلات الرسمية لراتبه وبحث شبهة الفساد الرسمية المالي لضخامة أجره مقارنة بإمكانياته الفنية المتواضعة، ونرجو من سيادتكم التكرم بإعلان نتائج التحقيقات للرأي العام وتقبلوا فائق الاحترام محمد علي خير مواطن مصري. لا، الموضوع كده اتغير، خلي بالك. محمد علي خير ما بيطالبش النائب العام بالتحقيق فقط ان فيتوريا بياخد 200,000 يورو بس، لا، وان ديت كتير عليه، لا، ده الراجل كمان بيطالب بالبحث ومتابعة حركة التحويلات. هل بيتحول له 200,000 يورو صايمين شاكب راكب، ولا هو بياخد جزء وفي ناس تانية بتاخد جزء؟ فاكرين المكسيكي، المدرب المكسيكي اللي كان بيدرب مصر؟ فاكرين المدرب الارجنتيني؟ لسه قايل لك امبارح، قايل لك كان في اتنين بيدربونا، واحد كان بينصص والتاني كان عبيط وهبل وما فيش فرق معاه الفلوس، لانه كان غني جدا ولسه بيدرب لحد النهارده، كان غني جدا وموضوع الفلوس ده مش فارق معاه، اللي يلها في 40 اللي يلها في 50 مش فارقه، هو عايز يدرب وخلاص. فالنهارده محمد علي خير بيتوجه ببلاغ لسياده النائب العام للتحقيق في فساد او شبهه فساد مالي ضخمة في الاتحاد المصري لكرة القدم. الحرامي طالع مع الحرامي، يعني اتنين حرامية، واحد حرامي ورث اخواته البنات وواحد حرامي موبايلات. الحرامي طالع مع الحرامي التاني، الاتنين بالمناسبة اتطردوا من النادي الاهلي، يعني واحد اتطرق هو لسه ورور لسه في قطاع الناشئين في النادي الاهلي، والتاني اتطرد على كبر من الكابتن محمود الخطيب. المهم ان الاثنين حراميين. حرامي الموبايلات بيتكلم وبيسال ويقول مفيش حاجه اسمها مبادئ الاهلي. عايز اقول لحرامي الموبايلات، انت اكتر واحد اتلسع من مبادئ النادي الاهلي. افكرك يا حرامي، مبادئ الاهلي عملت معاك ايه؟ ها، افكرك لما عم حارس شافك بتسرق تليفونات زمايلك من اوضه اللبس وقفل عليك الحمام بالمفتاح يا حرامي؟ افكرك ولا فكر نفسي ولا فكر مين؟ الاهلي عنده مبادئ، والدليل مبادئ الاهلي معلمه على قفاك، والدليل مبادئ الاهلي معلمه على الزبون الحرامي التاني اللي مستضيفك في القناه بتاعته. عايز اقول امبارح عمرو ادهم قال حاجه خطيره جدا. جمهور الزمالك دايما يتباكى ان لك الله يا زمالك، الاهلي بياخد قد كده على قلبه واحنا ما بناخدش، عشان كده الاهلي بيجيب صفقات ومنغنغ نفسه، لكن احنا مش عارفين نجيب صفقات. وقلت لكم يا جماعه مشكله الزمالك مش ان الزمالك ما بياخدش رعايه، لا، الزمالك اغنى نادي في مصر،
قولا واحدا عشان نبقى واضحين، الزمالك اغنى من الاهلي؟ اغنى من الاهلي، لان عندي الزمالك اللي مش عند النادي الاهلي. الزمالك عنده السور بتاعه، المحلات بتاعته دي تعيشه ملك زمانه. لكن مشكلة الزمالك هي مصارف الانفاق. هو بيصرف فلوس دي في ايه؟ عمرو ادم امبارح قال لنا الزمالك كان بيصرف فلوسه في ايه؟ قال لك خالد بطيب اللي عمره ما انتقل من نادي لنادي بفلوس، كان كل الانتقالات مجانية، الزمالك دفع 1.5 مليون دولار. اوكي، الزمالك خالد بطيب في الشهر، اسمع يا ايها الزملكاوي البائس، خالد بطيب في الشهر كان بياخد 120,000 يورو، يعني اليوم كان واقف ب 4,000 يورو. قال لك لما مشي من الزمالك راح نادي تاني خد كام؟ خد 18,000 يورو. انت واخد بالك من الفرق؟ 6 اضعاف. تخيل الزمالك اللي بيشحت ويتسول ويستجدي ومش لاقي حد يسلفه، وعمال ياخد قرض من هنا والحقينا يا دولة من هنا وانقذينا يا دولة ونعيط ونتباكى، لو وفر 5 اضعاف بيدفعها زيادة في كل حاجة كان زمان الزمالك دلوقتي في حتة رابعة مش في حتة تانية. تخيل لما انت بتصرف مثلا 100 مليون في السنة، هتصرف 20 بس ويتبقى لك 80، نغنغ نفسك بقى، اشتري بليلة وكل، محدش محوش. لكن لا، الزمالك بيدي اللعيبة 6 اضعاف ما هم يستحقوا. امبارح الهجاص طلع حلف على الهوا، قال لك الشناوي بيدعي الاصابه، او اول امبارح قال لك الشناوي يا جماعه بيدعي الاصابه، وان الشناوي ادعى الاصابه عشان يهرب من الماتشات. والشناوي لو عنده فعلا اصابه قويه مش هيلعب الماتش اللي جاي. انا عمري ما شفت كده قبل كده، عمري ما شفت مستوى وليفل وساخة وحقارة للدرجة دي، والله العظيم عمري. ومع هذا المجلس الاعلى للاعلام سكتم بكتم، ولا كأن حاجة بتحصل. عشان كده انا بسأل سؤال، يا جماعة الهجاز ده ابن مين في مصر؟ يكونش ابن الحلواني اللي بنى مصر؟ ما هو يعني اللي بنى مصر كان في الاصل حلواني، فممكن يكون الهجاز ده ابن الحلواني اللي بنى مصر، فعشان كده سايبينه طايح في الخلق، عمال يخوض في حياة ده الزوجية، ويخوض في اخلاقيات ده وسلوكيات ده، ويتنمر على ده ويتعنصر على ده، وعمال يشتم في المدربين الاجانب، ولا همه حد، ولا حد خد ضده اجراء قانوني. والله انا يعني انا حاسس ان هو ابن الحلواني اللي بنى مصر. اصل مصر كانت في الاصل اللي بنى مصر كان في الاصل حلواني. عايز اقول لهذا الهجاص الكاذب المدلس، محمد الشناوي سافر اليوم الى المانيا. يا ترى سافر لالمانيا ليه ايها الهجاص؟ طبعا لو قلت لك في اشاعات وفحوصات والكلام ده كله اتعمل على كتفه عشان يشوفوا في اصابه ولا لا، مش هتفهم هذا الكلام لانك شخص جاهل. والاسوأ من انك تكون جاهل انك تكون حاقد، ايها الجاهل الجهول. قال لك هطلع اعتذر لو طلع الشناوي مصاب. لا يهمنا اعتذارك لانك انسان بذيء، لانك انسان وضيع، انك بذيء ووضيع، ولا ليك اي لازمة في الدنيا غير انك تطلع تهز، غير انك تطلع تضحك الناس. يا أرجوز، اهو الشناوي طلع مصاب، ابقى قابلني لو عرفت تطلع تعتذر. عايز اقول بالنسبة للشناوي، الشناوي يا جماعة
بعد ما ظهرت الأشعة والفحوصات دخل في نوبة من البكاء الشديد. بالرغم من آلامه وتوجعه كان حابب إنه يكمل مع المنتخب، حتى لو هيبقى احتياطي، حتى لو هيبقى أي حاجة، بس أفضل مع المنتخب. ولكن تأتي الرياح بما لا تشتهي سفن محمد الشناوي. الإصابة مش على قد خلع بس، لا، لو على قد خلع كنت أقول لك الدكتور هيرد له الخلع ويكمل شهر ولا شهر ونص ويرجع تاني. لكن الموضوع طلع فيه كسر، كسر في الكتف، فأنت بالتالي محتاج تدخل جراحي سريع سريع، فما ينفعش تقعد مع المنتخب. وده كان سر بكاء الشناوي. الشناوي بكى ودخل في نوبة من البكاء لسببين. السبب الأول إنه كان عايز يكمل البطولة بأي حال من الأحوال. السبب الثاني الكسر اللي هيجبر الشناوي يغيب 5-6 شهور عن الكرة المصرية وعن النادي الأهلي. ده كان سبب بكاء ودخول الشناوي في حالة من البكاء الشديد. بما ان موسم الشناوي انتهى ومش هيلحق اي مباراة في الموسم ده، الدوري صعب جدا، خلي بالك احنا ما حسبناش حاجة في الدوري. ممكن لو كسبنا المؤجلات يبقى الفرق 3 نقاط 5 نقاط حاجة زي كده، بس الدوري ما اتحسمش. بيراميدز واقف على رجله، عندهم ترسانة من اللاعبين، الزمالك رجع يعمل صفقات وبتاع، فالموضوع هيتصعب. كمان شهرين عندنا كاس مصر، نهائي كاس مصر مع الزمالك، بطولة دي بطولة بروحين. عندي دوري ابطال افريقيا، احنا في دور المجموعات لسه ما حسمناش تأهلنا، ومحتاجين ان احنا ما نخسرش في شباب بالوزداد وما نخسرش في غانا عشان نضمن التأهل. مصطفى شوبير حارس مرمى فنيا مميز جدا، مصطفى شوبير حارس موهوب، ده مش كلامي، ده كلام الفنيين ومدربي حراس المرمى. لكن مصطفى شوبير مشكلته حاجتين: واحد ما عندوش خبرات، لانه كل سنة بيلعب ماتشين 3 بالكتير، ما بيتحطش في مواقف صعبة. 2 ان مصطفى شوبير لوحده، ما انا عايز بديل. يعني شوبير هيقف جون حارس اساسي، مين البديل؟ افرض شوبير ده اتصفى اي ماتش، افرض شوبير ده جاله دور برد، وارد ولا مش وارد؟ فعشان كده النادي الاهلي لازم ولا بد حارس مرمى تقيل، حارس مرمى يقدر يشيل. اللي موجودين على الساحه دلوقتي 3، اللي موجودين على الساحه دلوقتي 3: علي لطفي حارس زد، ابو جبل حارس البنك، واخيرا محمد بسام. مدرب حراس المرمى عايز محمد بسام، كولر عايز علي لطفي. اتمنى ان الاهلي ينجز في الموضوع بدري، لان شهر يناير قرب يخلص، واتحاد الكوره ما ادكش عقد نافع فيما يخص تمديد القيد. اتحاد الكرة ما قالش ببيان رسمي ان احنا هنمد القيد لحد 22 فبراير. النادي الاهلي يا جماعة، ما زال اتحاد جدة يعاين الاضرار. اتحاد جدة من بعد الخسارة من النادي الاهلي وهو مش شايف قدامه ابدا معمي. اتحاد جدة انهار انهيارا شديدا بعد خسارة النادي الاهلي. كريم بنزيما قال لك مش راجع، وبيتفاوض دلوقتي مع ارسنال. لعيبة اعلنت تمرد، زكريا هساوي مش عايز يتدرب، زكريا هساوي ما بيروحش النادي اصلا، زكريا هساوي مش معاه برنامج تأهيلي حتى وهو قاعد في البيت. الدنيا خربت يا باشا، خربت. وده بسبب ايه؟ بسبب النادي الاهلي. الثلاثية سارة الليل يا ابو ثلاثة،
فصار الليل والزبون ما بقاش شايف قدامه ابدا. اقول لك يا ريتني ما كنت لعبت الاهلي ولا قلت واحد اتنين طعمية راحت فين. خلصت اخبارنا، ما خلصتش حكايتنا. هستنى كل اراءكم وتعليقاتكم اكيد. شكرا ليكم.